نبدأ في التواصل مع مراسلين المنتشرين في الولايات الأمريكية من ميتشيغان. تنضم إلينا مراسلتنا ريتا سليمان. ريتا أهلا بك، تعطينا تفاصيل عن مسار عملية التصويت. ريتا صباح الخير. بدأت عملية التصويت في المقاطعات، في بعض المقاطعات في ميشيغان، ومن المفروض أن تنطلق بعد دقائق أيضا في مقاطعات أخرى، نظرا لأنه ميشيغان تقع في منطقتين زمنيتين. ما يجدر ذكره بأنه هناك إقبال على صناديق الاقتراع وعلى التصويت، ولكن أبلغونا أنه عندما تحدثنا إلى الناخبين بأنهم يفضلون فترة ما بعد الظهر ليذهبوا إلى هذه المراكز ويدلوا بأصواتهم، خاصة أنه العديد منهم لديه وظائف ودوامات عليهم أن يكونوا فيها. هذا بالمختصر جدول مراكز الانتخاب. من الجدير ذكره بأنه سكرتيرة الولاية جوسلين بانسون ذكرت بأنه تم تأمين عملية الاقتراع بالكامل، وأيضا تأمين موظفي الانتخابات في كل مراكز الاقتراع، خاصة وأنه هناك مخاوف من أنه يمكن أن يتعرضوا لأي مضايقات. لم تذكر أي حادثة معينة أو أي تهديد معين، ولكنها ذكرت بأنه يتم تأمين كامل العملية لضمان أن يدلي الناخب برأيه بكل حرية، وأيضا للعاملين في المجال الانتخابي ليكونوا بأمان. وأيضا يحث كل مسؤولو الولاية على للمواطنين للإدلاء بأصواتهم حقيقة. نعم. في هذا اليوم الانتخابي، مع العلم بأنه الأصوات المبكرة أو التصويت المبكر بين أرقام كبيرة من الإقبال. لدينا حوالي 3,200,000 مواطن أدلوا بأصواتهم مبكرا، إن كان عبر البريد أو حتى بالحضور الشخصي. وهذا الرقم هو حوالي 44% من مجمل الناخبين المسجلين في هذه الولاية، الذي يبلغ حوالي 7,500,000 تقريبا. إذن عملية الإقبال على التصويت المبكر تعطي دلائل على أنه التصويت المباشر اليوم سيكون كبيرا أيضا، خاصة وأنه هناك الكثير من الناخبين يفضلون الانتظار إلى الدقائق الأخيرة للإدلاء بأصواتهم، وهذا هو الحال في ميشيغان. ريتا، مزاج الناخب في ميشيغان يتجه إلى أي من المرشحين؟ المزاج لا زال متعادل ومنقسم بشكل كبير. هناك تعادل تام بين إن كان كامالا هاريس أو دونالد ترامب بحسب استطلاعات الرأي العديدة التي تنشط خاصة اليوم. الناخب لم يحسم رأيه بعد، لأنه كل شريحة انتخابية مقسومة. إن كان الأمريكيون من أصول عربية هم منقسمون، منهم من يؤيد ترامب، منهم من يرفض تأييد كاميلا هاريس ولكنه أيضا لا يفضل ترامب. هناك من يتجه إلى مرشح الثالث جيل ستاين. أيضا شريحة انتخابية أخرى هي الناخبين من أصول إفريقية، هم منقسمون. الرجال يفضلون ترامب والنساء يفضلن كاميلا هاريس. أيضا العمال، خاصة بعمال المصانع في ميشيغان، منقسمون أيضا. كاميلا هاريس هي أول مرشحة ديمقراطية لم تحصل على تأييد جميع النقابات العمالية. هناك نقابات العمال، رجال الإطفاء مثلا أعطوا دعمهم لترامب ورفضوا تأييد كاميلا هاريس. يعني هناك انقسام كبير بكل الشرائح الانتخابية في ميشيغان، وبذلك صعب على استطلاعات الرأي أن ترصد الرقم بصراحة. تبقى النتيجة يتم إعلانها مع إغلاق صناديق الاقتراع ومع عمليات الفرز بطبيعة الحال. أشكرك ريتا سليمان، مراسلتنا في ميشيغان. شكرا جزيلا لك ريتا.